إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة خياطة وتدبير وإعادة التدوير. النهاردة هنحط البطرون الفستان التركي على القماش علشان نشوف نتيجة مع بعض نهائية، لكن ما تنسوش تعملونا لايك، وإن شاء الله هنقدم المزيد من الفيديوهات في فترة قادمة عن المدارس وشنط المدارس. تابعونا باستمرار ونبتدي على بركة الله. ده قماش السوفت معايا، شايفين زي ما هو، هوريكم من اول ازاي نمسكه وازاي نطبق القماش. شايفين الشراشيب دي، ده كده البرسل بتاعي، البرسل بتاعي اللي اتجاهه هيكون عليا. هشتغل والقماش مقلوب علشان بس العلامات بتاعتنا. ده قماش السوفت، انا جبت مترين ونص، وان شاء الله سعره تقريبا 50 جنيه للمتر او 55 على حسب المكان اللي انت فيه. تمام. طيب انا بطبق القماش بالشكل ده اهو. لو عايزه تعملي الامام والخلف مره واحده مفيش اي مشكله، ولكن لو لسه مبتدئه فخلينا نمشي خطوه خطوه مع المبتدئات اهو. خلينا فاكرين ان ورقه الزبده كانت 80 سنتي، طول الفستان بتاعي كان 135 سنتي، فما تنسوش الفرق ده اللي احنا هنعمله مع بعض على القماش. تمام. انا كده طبقت القماش مرتين علشان اعمل الامام والخلف مع بعض، وما تنسوش قلنا ان الورقة كانت 80 سنتي فانا لازم اعمل الفرق، فانا عملت هنا 95 سنتي هو الفرق، وزودت كمان هنا 5 سنتي علشان اتني القماش تانية كويس. تمام اهو بالشكل ده. طيب في هنا عندي حاجة للتوضيح، تمام، شايفين الوسط؟ انا لو عملت 1 سنتي كده اهو، فانا بالشكل ده اخدت الوسط على قد الوسط فوق، خدت الوسط على قد الوسط فوق بالظبط بدون كسرات. لو انت عايزة تعملي كشكشة او كسرات بتزودي، بس خليكي فاكرة انك زودتي قد ايه علشان توصلي الوسط ده على قد الوسط اللي انت بتعمليه. يعني شايفين اهو، يعني انا لو قصيت القماش بالشكل ده مع الواحد سنتي خياطة هيبقى الفستان بس يدوب في خياطة في النص بدون اي كسرات او كشكشة. لو عايزة تزودي بتزودي هنا بس بتبقي عارفة. تمام. فانا مش هزود يعني كتير، يمكن كسرة او كسرتين خفافة قوي قوي، وبعمل العلامة بتاعتهم اهي عشان بس يدوب هي المسافة دي، وبقص علشان نكمل قص. تعالي هنا في الطرف اهو، اطلعي بميل شويه علشان ما يبقاش مجنح اهو بالشكل ده. احتفظي بالبطرون، اكتبي عليه البيانات علشان مش كل شويه ترسمي لنفسك بطرون تاني. انا كده خلاص عملت الجزئين، لو عايزه منهم الامام مفتوح مثلا هما كده خلاص قد بعض، لو عايزه منهم الامام مفتوح بتفتحيه بمنتهى البساطة اهو، بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نقص الكورساج او الجزء العلوي اهو، وبرضو القماش على مرتين علشان اعمل الامام والخلف. انا هنا هعمل الامام والخلف على مفتوح الاثنين. طب ليه على مفتوح هما الاثنين؟ علشان انا في الظهر هركب سوسته وفي الامام هقفل الخياطه، ولكن هحط زراير كده شكلها يعني كده شكلها شكل بس يعني. تمام. طيب اهو، حاول بس عشان ما اهدرش كتير من القماش، اخد على قد اللي انا محتاجاه بالشكل ده. انا كل اللي انا محتاجاه بس مسافة الواحد سنتي بتاعة السوستة في الظهر والواحد سنتي بتاعة الخياطة اللي في الامام. ممكن نستخدم الباقي بقى في حزام في حاجة اهو كده، كويس قوي قوي قوي. تمام. بس هنراعي ايه هنا بقى الناس اللي بتابع معانا؟ هنراعي حردة الرقبة الامامية هتكون اصغر من الخلفية، الخلفية عفوا 2 سنتي اصغر من الأمامية. الأمامية كانت 8 سنتي في 8 سنتي. طيب اهو بالشكل ده.
لو حابه نعمل علامات او نقص على طول زي ما انتم عايزين. تمام، يعني انا لو هعمل كده علامه عشان احدد الرقبه الخلفيه اهي بالشكل ده، اتجاهها نفس النقطه دي. تمام بالشكل ده نفس الحكايه، بس هعمل الواحد سنتي الخياطه بتوعي وخلاص، هي هي نفس القصه مفيش اي مشكله خالص. هقص طبعا على الخلفيه اهي، اساوي القماش كويس، قماش سوفت حلو قوي، الوانه مبهجه جدا جدا في الصيف، ناعم جدا اهو. بصوا بقى انا الاثنين هقصهم على مقاس الخلفيه وبعد كده هعمل تعديل لواحده منهم. طيب تمام كده اهو، بس مسافه السوسته اهم حاجه هنا، العلامه كل مره بقول اهو. سحاب السحري او السوسته السحريه مالكم فيديو منفصل علشان تكون سهله جدا جدا، لان فيديو خياطه غالبا ما بيبقاش فيه وقت لكل التفاصيل دي اهو. وطبعا فيديو السحاب هيكون الاول علشان خاطر يسهل معانا التفاصيل بالشكل ده، الواحد سنتي خياطه من اسهل الفساتين، عملي جدا، ممكن تلبسي تحته بنطلون، ممكن تعملي على بصي كده نفتح، ممكن تعمليه على جيب من تحت او ممكن تقفليه خالص يبقى فستان مقفول. تمام انا كده عملت الامام والخلف، بس هاخد منهم اتنين علشان ازود الدوران الرقبه بتاعتي. احتفظي بالبطرون في كل مره بنقول اهو بالشكل ده، بتزودي دوران الرقبه. انا خلاص من كتر الممارسه عرفت هي 8 سنتي بتبقى ازاي اهي. فكده خلاص الامام اهو معايا، شايفين الشكل اهو تمام اهو. طيب لو انت عايزه تعملي قصه برنسيس، وطبعا صعب دلوقتي ولكن هشرح لك الطريقه، الفستان معايا اهو. لا عايزه تعملي قصه برنسيس، يا اما بتاخدي من التلت يا اما بتاخدي من النص هنا وبتاخدي النص في الكورساج. طيب خليني بقى بالمقلوب كده عشان اوضح، بمعنى النص هنا اهو، ده النص بتاعي وليكن ده النص. تمام البنسه بتاعتي بتبقى 1.5 سنتي 1.5 سنتي او 1.1 سنتي. ما تنسيش البنسه لازم تتعوض في القماش او في البطرون، يعني مش هعمل خلاص البنسه وابص الاقي الفستان بقى ضيق معايا وقفش. طب ليه؟ لان انا ما عملتش تعويض. تمام طيب، وبتاخدي التلت من هنا او النص من هنا زي ما انت عايزه، وبتمشي بالتنقيط بالشكل ده اهو، وبتعملي قصه البرنسيس بتاعك. طب ليه ما ينفعش هنا ما تعمليه؟ لا صعب، لان لازم لما اقص البرنسيس لازم اخد لها مسافه 1 سنتي خياطه يمين وشمال، عشان لما اجي اخيط ما تبقاش مزرزره معايا، يعني ما ينفعش اخيطها كشكل وكديكور ابدا، ما ينفعش ابدا. تمام طيب انا كده معايا الامام اهو ومعايا الخلف، تعالوا بقى عشان نكمل بقيه القص بتاعنا. انا دلوقتي هقص الكم اهو بالشكل ده، الكم والتفاصيل المهمه بتاعه الكم. تمام برضو هحاول ما هقدرش بحيث ان الجزء ده استخدمه زي ما انا عايزه في حزام، في الياقه، في اي حاجه اهو بالشكل ده. تاني يبقى انا استخدمت قد ايه قماش؟ 2.5 متر. ولو انت وزنك اكبر او اطول هتاخدي 3 متر، هتاخدي 3 متر. تمام ساوي كويس قوي، ما تخليش القماش مكلكع. طيب انت بس محتاجه هنا ايه؟ محتاجه طول الكم. طيب الحته اللي بتزهقنا اهي، من اسهل ما يكون الحرده بتاعتك اهي، مش هي دي اهي بس، وهتيجي مظبوطه ومية في المية اهي. هي طبعا 25 انا عارفاها، بس اهي اللي هي ربع دوران السطر، ولكن بالطريقه دي برضو مش هتبقى غلط معاكي ابدا. وطول الكم وقلنا طول الكم بتاخديه بالشكل ده، بتاخدي من اول اعلى نقطه مرورا بالكتف بالشكل ده. تمام عشان ما يجيش قصير معاكي، فاحنا هنقول ان هو 62 سنتي، بتاخديها من اول
الخط ده اللي احنا عملناه 62 سنتي اهو. تمام. طيب الجزء ده اهو شايفين بالشكل ده، لو انت عايزاها اسوره بتاخديها مظبوط، بس طبعا بتعملي حساب كسرتين. لو انت عايزاها باستك، وانا بحب الموديلات اللي باستك بصراحه، فانا اقول ان هي 30 سنتي اهي بالشكل ده، عشان لما اجمعها بالاستك تكون مظبوطه. 30 سنتي يعني نصها 15 سنتي بالشكل ده، او 20 زي ما انت عايزه على حسب نسبه الكشكشه اللي انت عايزاها. تمام. طالما معايا القماش هنا فخليها 20 سنتي اهي بالشكل ده. انا جايه للنقطه اللي بتضايقك. تمام. طيب انا كده خلاص، بس هنا بس فاضل ان انا اخد القياسات مظبوطه اهي. 25 زي ما قلت لكم مظبوط بالظبط، 25. ما تخليش حاجه صعبه عليكي، ما تخليش حاجه يعني تتشطر عليكي زي ما بنقول. خلي كل حاجه بالنسبه لك تحدي، بمعنى سوسته بتضايقني مش بعرف اعملها، انا النهارده نويت اتحدى السوسته ان شاء الله هعرف اركبها. بتجيبي حته قماشه وحته ورق وظبطي زي ما انت عايزه. انت النهارده في تحدي، مين هينتصر انا ولا السوسته، لغايه ما اوصل ان انا عملتها بشكل احترافي وجميل. انا بالشكل ده اتعلمت وعلمت نفسي، لكن لو طول الوقت انا خايفه بدون ما اخد خطوه للامام في اي حاجه مش هتنجحي ابدا. تمام. وبتاخدي بالشكل ده اهو الاسوله اللي احنا خدناها. طيب تعالي هنا انزلي 14 سنتي. بتوع ايه بقى ال 14 سنتي اهو؟ 14 سنتي عمق الذراع. عمق الذراع هو هي المنطقه دي، هي الاعلى نقطه دي، فالجزء ده عمق الذراع. تمام. طيب لو انت عايزه الخطوات بالتفصيل اهي بالشكل ده، وبتعملي كده اهو ونصفي الخط ده ولكن لو انت بقى خلاص بصوا الدوران اهو بالقلم الاحمر عشان يكون اوضح. بصوا اهو فضلي نازله 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 بالشكل ده، بس انت رسمتي الكم اهو ومظبوط معاكي وجميل وزي الفل جدا اهو. بس ده كده الكم، الكم اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده هيكون كده تركيب. تمام. طيب خلاص الامام خلص، الخلف خلص. بواقي القماش اللي اتبقت من المترين ونص تقدري تستغليهم كحزام كاي حاجه انت محتاجاها. تمام. وكمان ممكن يبقى تربون، شايفين اتبقى معايا اللي يكفي تربون كمان. تمام. طيب هناخد بس الحزام، خدي بالطول اللي انت عايزاه وعرض 10 سنتي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو الخياطة علشان تشوفوا الشكل النهائي والفستان التركي الكبير المجسم بالشكل والحجم الطبيعي، ولكن اعملوا لنا لايك بس ما تنسوش، دعمكم مهم جدا 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 للقناة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.